بداية نجي الصبح بكير، نطلع من الفرع على النقاط تبعتنا المتواجد فيها، بحيث يكون موجودين على النقاط تبعتنا تنظيم الحركي مشان طلاب المدارس. حتى نحن مو بس لحركة السير، يعني في أحيانا عجزي. هو أب أو أخ في أغلب الأوقات للمرة في الشوارع، هكذا هم رجال المرور، يقدمون الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى جانب عملهم التنظيمي لحركة السير. هون نحن مدخل المدينة، من معظم ضغط المدينة يوصل لعنا لهون. لا هون بيسحب كل السير تبع مدينة دمشق لهون، وهون بيتفرع عنا باتجاه شارع الثورة، باتجاه المرجي، باتجاه الحجاز، وبلف وبيرجع على الطرف الثاني. عرفت شلون؟ هلا عنا هون نحن نضغط كثير، وخاصة بأوقات انصراف الطلاب، بأوقات انصراف الموظفين، لأن بيجونا باصات الموظفين مثلا على الساعة 1 2 بيكونوا طالعين على مراكز الإدارات تبعهم أو الوظائف أو أي أقسام تانية إلهم. بده يضطروا يجوا كلهم يفوتوا من عندنا لهون، لحتى وين؟ يفوتوا على دوائر الدولة، على الدوائر الحكومية، على الأقسام، على أي مناطق تانية. لهيك نحن هون يعني بتقول يعني عقدة المدينة. صار حادث، أول شغلة إلنا نحن، شغلتنا هذه الحادث، شغلتنا نحن اللي لازم أول من يتدخل في الموضوع. مواطن وقت بيشوف شرطي مرور واقف بالشارع بحس بالأمان. للعاصمة دوما زحامها المختلف عن باقي المدن، ولهم أيضا طرقهم الخاصة والمدروسة للعمل على مختلف الأزمات. نعم، بيتم السيطرة على الموضوع هذا بزيادة عدد العناصر، توزيع بالنقاط الازدحام التقاطعات الرئيسية. هو عناصر موزعين على كافة مساحة المحافظة، فأي شيء مشبوه، مجرد سيارة، مجرد مواطن، مجرد عبوة. نحن في عنا يعني عدة حالات مرت علينا، عبوات محطوطة على قارعة الطريق، تم عزل فورا المنطقة وبعثنا على دورية هندسة ومعالجة الموضوع. ولابد للمرة في قلب العاصمة دمشق أن يستوقفهم العم أبو أحمد، الذي رسم الزمن خطوط العمر ورسم هو شوارع المدينة في قلبه، فتحولت مهنته إلى جزء من حياته لا يستطيع الابتعاد عنها. صار لي بالخدمة من 1/1/68، صار يعني كل شيء موجود حوالي جزء مني، لحتى الأشخاص لو ما في معرفة بيني وبينهم حافظهم. صرت كيف كانوا شباب صاروا كبار، وصاروا أولادهم معهم، أولادهم صاروا شباب، صار يعني مثل بيتي الثاني هون. بحس براحة نفسية وقت أجي على الدوام، وخاصة وقت تلاقي من المواطن هيك عم يقدر تعبي وعم يمرق يصبح لي أو يعطيك العافية. وبعدين نحن كجهاز المرور جزء من المجتمع، مجتمع مكمل بعضه، في الطبيب، في المهندس، في عامل نظافة، في الفني، وذلك جمع مجتمع مكملين بعضنا البعض، كل واحد خلال مهنته وعمله بيقوم بواجبه تجاه المجتمع ككل. خمسون عاماً وما زالت هذه الصافرة للعم أبو أحمد من أقدم عناصر رجال شرطة المرور في دمشق، تنظم الحالة المرورية هنا. حاله يحكي اليوم حال مدينة صامدة قوية، وحال رجال المرور الذين بقيوا الخط الدفاعي الأول عن بلدهم في وقت الحرب والسلم. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.